مرحبا عائلة سارة والنايا، كيفكم؟ ورجعنا لكم بفيديو جديد. استنوا قبل ما نفوت على الغرفة وتشوفوها، إذا شو شاركين بالقناة مش هتفوتوا معانا. انتوا اشتركوا بالقناة، يعني اشتركتوا؟ الله يسعدكم، شكرا. خلص برافو، اشتركوا. يلا اخيرا راح نشوف غرفتي الجديدة. قديش كنت متحمسة وما كنت حابة اصور اي شيء بالانستغرام والسناب، تعرفوا، عشان اورجيكم الغرفة ولأول مرة معكم. غرفة احلامي اللي كنت بدي اياها صار، سويتها مثل ما بدي بالضبط، بعد الطلاق اشتغلت عليها مظبوط يعني عن اهلي، لان اعطيكم القيمة طلع اني ما فيني اخذ بيت لحالي، فقلت انه اوكي بيتي غرفتي في السويد، طبعا بالسويد هلا عند اهلي فاضبط الغرفة. فيلا نفتح الباب، هو مفتوح عندي يعني، اوكي امشي معي. حبلش من عند الباب. هاي التعليقة بحط فيها هون أروابي، هدول تعوت الميك اب، لو تلاحظوا بعمل ميك اب توتوريال هدول لأغراض الميك اب. هون حاطة هاي السلات الكورنر هذا، هون حاطة الفراشي تبعوتي، ومشط نايا طاح. حاطة هون بوكلات نظارة نايا، هون حاطة الاستشوارات والبيبليس والمكاين للشعر. سيبكم من الأسلكة هيك لأنه أنا وحدة فيضوية شوية. ونيجي هلأ على المراية. تتذكروا تيكو بدي أغير المراية؟ ها هي وصلت المراية، حتى صورتي أنا وأخوي محمد الله يرحمه، وهذا بابا وأخوي محمد الله يرحمه، ها هي مرايتي طويلة بتجنن. كمان مش بس هيك، هاي المراية حورجيكم شغلة، مش بس هيك يعني مستقيم، لا هاي هيك بتدور، تيجي هيك يعني حسب هيك يعني، فحبيتها. وكمان في من ورا بس لسه ما استغليته صراحه، او مش عارف شو بدي احط، فسبتها زي هيك فاضيه. اوكي مستعدين تشوفوا خزانه دولاب احلامي؟ احنا بنقول عليه دولاب، انتوا شو بتقولوا عليه بجنسيتكم بلهجتكم؟ اكتبوا لي تحت بالتعليقات. anyway في شغله في الغرفه حتشوفوها هي ما تغيرت من الغرفه القديمه، جوله بغرفتي ما كنت القديمه وهيك، تمام شفتوها؟ اذا ما شفتوا الفيديوهات موجوده في القناه. في شغله انا ما غيرتها، بس شغلة واحدة، بس كل ما يكون جديد، بس هاي شغلة واحدة اكتشفوها انتو في التعليقات. هذا دولابي. اوكي حنبلش من هون. هون حاطة شتوي، هون حاطة كل البليزرز اوكي والجنزات تمام، وهون حاطة تحت شناتية اللي انا بستعملهم، هاي اكتر شيء حطيتهم هون. بيجي هون تعليقات برضو، انا بحب على الملابس اكتر ما بطبقهم. هون حاطة تنانير وبلايز هوديز، طبعا هذا لسه مخلوط بين الشتوي لانه احنا لسه ما خلصنا الشتوي بالضبط الحقيقي بالسويد، لسه حيترتب اكثر يعني، بس انه هذا هلا حاليا. حطيت هون التيشيرتات الديلز، حطيتهم هون، هون كم من هودي، وهون كم من هودي كمان، هدول يعني هدول اللي بستعملهم اكثر شيء. بيجي هون، هون حافلة الي اذا بردت او شيء بحطه هون، وهون في تعليقات برضه فساتين، هذا كل الفساتين اللي هي الصيفيه، اوكي؟ اللي هم اللونج دريسز الطوال. وهاي ستارتي حبيبتي، غيرتها، حطيت هذا اللون حاسس روز جولد. بعدين تيجي هاي اللي هي اللي هي علقت الملابس اللي هي اليدويه، اكثر شيء عشان حصير اصور كثير، حصير اصور ملابس لوكس شغلات للانستغرام للتيك توك، صح عندي تيك توك، فهذا حيصير كله. anyway هاي شنطتي تبعت الصيف، هون بامكاني احط شيء تحت بس لسه ما حطيت شيء. شوفوا ما احلى هدول الشغلات الحلوه، حطيتهم هيك كمنظر سيلفر وروز جولد. هاي ادراج لكن مش هفتحهم لانه فضايح جوا. بتعرفوا يعني ملابس داخليه، كمان هون فيلنات نايا، والهون كل ما يخص. هفتح لكم بس هذا البامبرز تبع نايا، هون حطيته، وهون حاطه دبدوب نايا اللون بني اوكي، وتبعها هذا، هاي مثل المخده، وطبعا هون الغندوره إلسا، وهون باربي خانم. وهون مصليتي. يجي على هاي الكوميدينا، اوكي هاي قديمه، وهذا البوكس حاطه فيه شاشه الصلاه تبعتي عشان ايش لما بصلي على طول هي لحد السرير، ما اكسل بالذات صلاه الفجر ما اكسل، بسحبها على طول. وهاي سجادتي، تذكروا لما كنت موتكم اياها على الانستغرام شو اختار؟ اشتريتها، بتجنن يعني. يا شو نعمه انه نايا، يمكن هذا اثر نايا، يمكن نايا مقيمه فيها على طول. وجبتها اللون الروز جولد، طقمتها مع الستاره هيك، حطها مايله تمام عشان هيك تعطي حركه منظر للغرفه. لما بوقف عند الباب هيك بيكون شكلها. هذا سريري اللي غيرته جديد، تذكر كان ابيض الومنيوم، هذا سريري كثير بحبه، مريح جدا، جبته رمادي وحطيت هدول اللوح، جبت اللون الزهري على روز جولد. اوكي الشرشف والبطانية وهي الشيء ما له علاقة بتنسيق الغرفة. احلى اشي هاي هدول عالم سارة، كل لوحة بتعبر
عن سارة. هذا البوستر أول إشي عبارة عن رج أحمر شعر غامق ميك اب. هاي سارة إنه أنا بحب الميك اب كتير. هاي الوحدة ليش كبيرة؟ لأنه عالم سارة الكاميرا يوتيوبر ميديا إنفلونسر تصوير دائما 24 ساعة تصوير فبتعبر عني. ولما لقيتها صراحة قلت إنه لازم هون بطانية نايا ولابتوبي كنت عم بشغل على كم شغلة. اوكي جينا هلأ على احلى قسم سارة بتقعد حواليه او قدامه ساعات وخصوصا على الانستغرام وشغلات هاي. طب وانا الانستغرام استقولكم انه انا عندي انستغرام اكيد بتعرفوا وانستغرام نايا بنتي. فهدول حساباتنا انا ونايا تابعونا يومياتنا وضحك ومقالب وشغلات وكوارث نايا كل شيء على الانستغرام. فشوفوا انستغراماتنا اوكي. يا اذكركم اشتركتوا بالقناة لسه اذا انتم جداد شفتوا الغرفة على هيك اشتركوا حبايبي. هذا القسم اشتغلت عليه والله شهور. كان بدي اعمله في بيتي وكنت عم اشتغل هذا الموضوع لكن ما زبط اني اروح على بيت لحالي. بس قلت هعمله بالغرفه. صار الغرفه منك كبيره كثير بس اقدر اشتغل عليها تطلع حلوه. هنبلش هدول هشرح لكم شغله ازاز. الازاز بجنن جمال للغرفه بس الغلطه الوحيده اللي بالازاز لازم نمسحه في اليوم مرتين من الغبره وبصمات الايد انه هيك بلبق وبنتي ايديها هيك يعني بزمه ضمير. ف شو بدنا نعمل؟ تعالوا اورجيكم هلا كل شيء شو حطيت هون. كل بوستر اخذته بيعبر عن ساره. هذا البارفيوم عندي مثله بالضبط هلا هورجيكم اياه. هذا لانه هيك بارفيوم وشغلات كنت صاحب بدي لبستيك بس ما لقيت فاخذت هدول عطرين انه شكل يعني بيجي على هاي. اوكي نفتح من هون هورجيكم التفاصيل. انا هذا الرف هو للعطور حاطه العطور وهذا البارفيوم قلت لكم عليه ميس ديور اللي هو ترالا. هذا بس الرف لجوتشي من عطور وارواج. وهون اللي بيجوني الهدايا البوكسز في شغلات انفتحت وفي شغلات فتحتها فحطها هون. هون حاطه صراحه ما كنت اسمها فاضي فحطيت هاي الاكسسوارات والشغلات والسناسل تحت. بنسكر هذا الرف لأوفرا بوكسز اجاني برضو ما فتحتهم. وهدول شنط مكياج. وهون بس هاد لهودا بيوتي الرف اي شادوز باليتس. وهاي هدايا بوكسز بس حبيتهم ما بحب ارمي البوكسز بحب منظرهم اللي بكون متعوب عليها فخليهم. وهون حاطة شنطيات هيك حبيتهم هيك هدايا فحطتهم هون. وهذا شو بيساوي؟ هذا موبايل نايا بنشحن حاطة لي على الأرض عشان تسحبوا. هي لئيمة لئيمة بنتي. وترارا هاي مرايتي حبيبتي. ترى هي نظيفة بس هاي الضوء العاكس هون. بس لو جيكم قبل المراي حطيت هاي البوستر believe in yourself يعني آمن بنفسك ثق بنفسك. المهم حبيت العبارة أوكي أنتوا فاهمين علي. حبيتها إنه هيك إنه أحطها قدامي دائما لما أشوف هيك أتذكر هاي العبارة believe in yourself سارة. يس هاي هيك التسريحة تبعيتي. حاطة هون قرآني لأنه كنت بصلي فحطيت القرآن هون. فهدولا هدولا حطيتهم هدول الزهريات فاضيات ليش يا سارة؟ عشان هدولا لما بعمل توتوريال أكتر إشي بالإنستغرام ف بندكش هون وبصير هذا كله ألوان وخبايص وهيك فبحط هيك. فقلت إنه أحط هاي الشغلات الكراتيب زيادة شغلات زي هيك. هاي المراي حطها هون بس هي مكانها مش هون. وهاي هي نورت هيك. هاي مرايتي ما بستغنى عنها لما أعمل ميك اب توتوريال الإنستغرام ضلها في وشي عشان الإضاءة. فهاي متنقل فهي مكانها مش هون. ممكن تلاقوها هون ممكن تلاقوها على الأرض ممكن تلاقوها على السرير هاي في كل مكان. وهون بزاوية حاطة الستانس تبع التصوير والإضاءة والشغلات هون حاطة بالزاوية. جبت كرسي بجنن للميك اب لما اقعد هيك احس حالي مرتاحه يعني. ها هو الكرسي اوكي. حطيت هاي برضه روز جولد فرو هيك لما بقعد عليها بتكون مريحه. طقمتها شوفوا مع السجاده بحطها هون تمام. جبت هدول مفتاح عشان بنتي نايا ما تخبص للدنيا. افتح يا سمسم ابوابك. اول شفنا فتحت الابواب على طول هجوم خبص كسر. لازم مفتاح يعني. انتوا هلا مصدومين بعرف مصدومين. اول اشي بسم الله الرحمن الرحيم فرحين بما اتاهم الله من فضله. هاي ايتي القرآنية المفضلة دايما على لساني فحبيت احطها هيك بمك عشان تضلها قدامي على طول. هدول احلى اشي في الموضوع وكنت متحمسه كتير ليجهزوا المقات اللي بتعبر كل شيء عن ساره. اللوكات اللي عملتها كل ميك اب قعدته معاكم بالانستغرام سويته. تذكروا هذا الفراشه لو ماما هاد انا وبنتي نايا كمان حطيته. شغلات هاي الصور بحبها عز على قلبي يعني. البراشز تبعولي اللي بستعملهم اكثر شيء حطيتهم هون. هدول المقات حبايبي
انا اخذتهم من موقع حطيكم اياه كل شيء في الديسكربشن بوكس اوكي صندوق الوصف. اذا حابين تطلبوا من ثلاث مقات او اشكال تانية شغلات بتجدنا عندهم من شركه اسمها ايفرلي، روحوا على حسابهم الفيسبوك وبالانستغرام موجودين صندوق الوصف، في مصممو اي تصميم بدكم اياه، اي فكره بدكم اياه، حتى مش بس على مقات، في على بلايز، هودي لرمضان، حتى كل شيء معلوماتهم، كل شيء ما يخص بتعرفوا عنه موجود صندوق الوصف حساباتك. الرف الثاني صراحه ما كنت عارفه احط فيه، حطيت فيه هون تبعتي السكين كير برش، وحاطه هون عودينين، هون حاطه كل البيوتي بلندر تاعوتي اللي بستعملهم يوميا، هون حاطه كل اللينزز اللي عندي، وهون حاطه البلاشرز الكريمي الاخير، هاد كله السكين كير تبعي، وهون الفونديشنز والبرايمرز، وهون سكين كير بس العلب بس المدوره حطيتها، وهون برضو سكين كير مكتب سكين كير. ونيجي على هاي كمان الخزانة برضو ازاز، كله ازاز انطقمت الغرفة. هاد كان بوكس هدية من شي ان، حطيته هون حبيت البوكس تمام، وانا من عائلة شي ان فشكرا شي ان. هذا الرف حطيت الاي شادوز اللي انا بحبهم وبستعملهم كتير، هدول كلهم من انستازيا، وهدول كلهم من اربن ديكاي التلات باليتات، وهذا الكورنر سيفونا لا بمزح. هذا اي شيء يخص الليبستيك حطيت هذول ثلاث على فكره ثلاث الميك اب من شي ان برضه، الليبستيك الشغلات الالوان اللي بستعملها اكثر شيء هذول حطيتهم هون عشان على طول ما اغلب حالي اخذ واحط. هاي من هدى بيوتي، وهذا الرف هون المناكير، هون كل ما يخص الهايلايترز واللوس باودر والبرونزر، وهون حطيت كل الاي شادوز اللي بيكون لحاله هيك دوائر يعني، وهون حطيت اللي هو الاي شادوز اللي ما بستعملهم كتير، وهون حطيت برضو البلاشرز الكيت الكونتور كيت كل شيء كيت حطيته هون. سكر يا سمسم عشان نايم. تقريبا شفتوا الغرفة هيك، احنا خلصنا، طولت عليكم ولا لا؟ هذا بدي المنتظر يعني، فبعرف انتم مبسوطين فيه وانا مبسوطه اكثر منكم. اخيرا اخيرا حققت ان الغرفه اللي بدي اياها وبحلم فيها وفي مخيلتي سويتها، صح كنت نفسي اسويها في بيتي لحالي الشخصي تبعي يعني ملكي، لكن الظروف ما سمحت فقلت حسوي غرفتي عند بيت اهلي هون بالسويد. يا فيا حبايبي احنا هيك خلصنا الجوله، في شيء ناقص؟ كل شيء وجدتكم اياه صح. تقولوا وين نايا؟ نايا لو ضلت بالغرفة مع مصاريكم جولة بغرفتي مش هكون هتشوف غرفة، كنت هتشوف بس يا نايا اركض يا نايا اقعد يا نايا، انتوا بتعرفوا الاطفال. فوريتكم كل اشي صراحة، ما خبيت عنكم ولا اشي لانه احنا عيلة واحدة، وانتوا قديش كنتوا متحمسين للغرفة وانا كنت كتير متحمسة كمان اكثر منكم لتجهز لورجيكم. شوفوا الزر الاحمر حبايبي عشان تنضموا لعيلتنا وتكبر عيلتنا، فاكثر 900,000 قربتها كثير، دعمكم مهم جدا. كمان على حسابنا الانستغرام، انا كثير متابعة الانستغرام عشان تعرفوا اخباري اول باول انا ونانا، فتابعونا هي حسابنا من الانستغرام واعطونا لايك، كل ما بتكثروا اللايكات كل ما بتحمس عليكم فيديوهات اكثر، اللي بيشوف الفيديو لا يبخل علينا باللايك والاشتراك. انتوا هيك بجد طولت عليكم، هلا بدي اقول لكم انا ونانا بنحبكم كثير، بشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي مع فيديو جديد، باي باي.